ما المقصود؟ ألا أجعل في قلبي غلا وحقدا على أي مسلم لكي أدخل الجنة. أي نعم، سامح الناس. هذا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل صلى ركعتين ثم انصرف. فجاء يوم ثاني يوم ثالث والنبي يقول هذا الكلام عنه، سيدخل عليكم رجل يدخل نفس الرجل. فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص ثم طلب أن يضيفه فاستضافه الرجل. يقول ما وجدت يعني فيه يعني كثرة قيام ليل ولا كثرة عبادة، إنسان طبيعي جدا. فقال له قال سمعت النبي يقول كذا، فما الذي فعلته؟ ما الذي يعني جعلك هكذا؟ قال والله لا أدري إلا إني لا أحمل في قلبي غلا لمسلم. خل قلبك نظيف، سامح الناس، فوت للناس. ربنا اجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. خلاص لا تجعل في قلبك غل، حتى لو أحد أخطأ عليك سامح، فوت، لا تجعل في قلبك غلا لأحد، والله المستعان.